إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن هذا اليوم يوم عظيم عند الله جل وعلا، أعلى مكانته ورفع قدره وبين فضله ومكانته في الدين، وسماه يوم الحج الأكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو من الأيام المعلومات الفاضلة التي قال ربنا جل وعلا فيها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ألا فلنتخذ من هذا اليوم موسمًا للتقرُّب بالطاعات والعمل بالصالحات إلى الممات. سابقوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها كعرض السماء والأرض، أُعدَّت للذين آمنوا بالله ورسُله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، في هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى مولاهم بإراقة الدماء، استجابة لقول المولى جل وعلا: فصل لربك وانحر. ألا وإن أهم ما ينبغي أن يعلمه المرء أن أبرز المقاصد العظمى لشعائر الإسلام كلها إسلام الوجه لله جل وعلا، وتحقيق توحيده، والوصول إلى كمال محبته وغاية التذلل له عز شأنه. ولهذا يقول ربنا جل وعلا لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي ثنايا بيان أحكام الحج وأحكام الهدايا يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وبذلك يصل المرء إلى العبادة الحقيقية
التي أمر الله جل وعلا عباده بها وخلقهم من أجلها. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا فيا عباد الله، أعظم حكم مشروعية الأضاحي تحقيق تقوى الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله والمهابة منه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، في هذه الأيام العظيمة التي يتقرب الحجاج إلى ربهم بمناسك الحج المتعددة في أمن وأمان ورغد، ولله الحمد والمنة. وفي هذه الأيام التي يعيش أهل الإسلام في سائر البلدان بالتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدماء تقرباً إلى المولى عز وجل، فرحين مستبشرين، فإنه ينبغي أن يعلم كل مسلم أن من الفرض اللازم على كل أحد بحسب طاقته أن يعلم أن مسؤوليته عظيمة عند الله جل وعلا في الوقوف مع إخوان له في الإسلام في بلدان أصاب المسلمين فيها من اللأواء والضراء والبلاء ما لا نشكوه إلا إلى الله جل وعلا. إخوان لنا أحاطت بهم المصائب في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فإن من الواجب على حكام المسلمين وعلى علمائهم وعلى مجتمعاتهم أن يقفوا صفًّا واحدًا لإقامة العدل ورفع الظلم عن المسلمين، فإن من قواعد الإسلام العظمى قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألا وإن لنا إخوانا في الشام وفي فلسطين وفي بورما يصيبهم ما يصيبهم من اللأواء والضراء، فنسأل الله جل وعلا أن يفرج كرباتهم وأن يحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، وأن يعجل برفع هذه الغمة عنهم، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في مثل هذا اليوم العظيم يتذكر المسلمون تلك الحجة العظيمة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم المسماه بحجة الوداع، والتي قرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام العظمى وقواعد الدين الكبرى. ألا وإن مما عهد به لهذه الأمة إلى يوم الدين
وصيه عظيمه تكفل السعاده والحياه الطيبه والعيشه الرضيه في الدنيا وفي الاخره، تكفل لهذه الامه وهي تعيش حياه الذل والهوان، تكفل لهم ان قاموا بهذه الوصيه واخذوها بجد وقوه ونشاط وهمه وعزيمه، فانها تضمن لهم باذن الله العزه والكرامه والرفعه والسؤدد، الا وهي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع: الا واني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وبدون ذلك فستعيش الامه في حياه الذل والهوان، وسيتخطفها الاعداء من كل جانب، ولن تصل الى سعاده ولا الى رخاء ولا الى رغد عيش، بل ستعيش في ضنك وشقاء واناء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرا هذا القران وعمل به الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. ثم قرا قول الله جل وعلا: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. بارك الله لنا في القران ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد، فيا ايها المسلمون، ان الثلاثه الايام بعد هذا اليوم المبارك هي ايام التشريق، وهي المراده بقول الله جل وعلا: فاذكروا الله في ايام معدودات، وهي التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تظهر فيها شعائر الله من الذكر والشكر لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وفي المسند: لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا، وان مما يشرع فيها الذكر المطلق في سائر الاوقات، وكما يشرع فيها ايضا الذكر المقيد، التكبير المقيد بأدبار الصلوات المفروضات. وتستمر هذه الشعيرة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. فالهجوا بذكر الله والحمد له والتعظيم له عز شأنه. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين،
اللهم فرج كربات المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اكشف الغمة عن المؤمنين، اللهم اكشف الغمة عن المؤمنين، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم وفِّق خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم احفظ الحجاج والمعتمدين، اللهم احفظ حجاج بيتك يا ذا الجلال والإكرام، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا يا حي يا قيوم. اللهم يا غني يا حميد، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم اسق قلوبنا بالإيمان، اللهم اسق جوارحنا بالطاعة، اللهم اسق أرضنا بالمطر المدرار يا حي يا قيوم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله